أفضل حارس مرمى في هذه الجولة. أفضل حارس في هذه الجولة كان من نصيب سرهنج محسن حارس مرمى أمانة بغداد. تستطيع يعني أكو بعض الحراس ما سجل عليهم. نعم. زين أكو بعض الحراس سجل عليهم هدف، لكن سرهنج في هذه الجولة هدفين وتم اختياره. مو بالمناسبة يعني بالإجماع. بالإجماع طبعًا. بالإجماع كامل يعني. مو ضرورة. بالإجماع كان. مو بالضرورة يعني. من على شنو قدم مباراه يعني أنا أرد أقول لك إنه الفرص اللي يعني المحاولات اللي أنقذها سرهنج كان يعني ممكن إنه الأمانة أمانة بغداد يخسر بنتيجة أكبر. كثير من الفرق اللي تخسر يختارون أفضل لاعب بالمباراة. كثير من شوف أنت حتى بالدول الأوروبية فريق خسران لكن يطلع لك، وأكو مرة المنتخب الوطني العراقي خسران اختاروا قصي منير أفضل لاعب بالمباراة. صح. مو شرط أنت اليوم أكو موقف، أكو قوة. طيب. أكو شجاعة، أكو قطع للكرات تخلص فريقك من أهداف.